3 مليون طن سنوياً هي حاجيات السوق الوطنية من الحديد والصلب. قبلها ميدانياً وحدات وطنية تنتج ما يقارب 5 مليون طن سنوياً، وضعية أدت إلى تشبع السوق الوطنية. السوق الجزائري اليوم تقدير في حديد تسليح نقدر نقيمه حوالي 3.5 مليون طن احتياجات. لو نشوفوا الوحدات الموجودة في الجزائر كلها تفوق 5 مليون طن. إذا احنا مضطرين كمتعامل جديد لتلبية بعض حاجيات السوق المحلي، لكن توجه للخارج للسوق الخارجي. سوق الحديد والصلب الذي يهيمن إنتاجه 4 مجمعات وطنية، المجمع العمومي إيميتال، المجمع التركي توسيالي بوهران، والمؤسستين الجزائريتين لامين عطية بعنابة ومغرب للأنابيب بعين الدفلة. هي اليوم في تحدي تصدير المنتج الوطني للخارج، رغم أن استغلال منجمي بخضرة والوزة فقط دون منجم خارج بلاد سيشكل عائقاً أمام توفير المادة الخام. المادة الخام اللي نستعملوها تجي من الخارج في بداية الأمر. لماذا؟ اليوم فيه منجمين اللي يستغلان في الجزائر، اللي هما منجم بخضرة والوزة، اللي هما مستغلين اليوم من طرف سيدار الحجار، واللي يكفي إلا لمستلزمات مركب الحجار. وزيد خاصية هذا الخام ما يساعدناش، لأنه نستعملوا تكنولوجيا مختلفة على الحجار، احنا ما نستعملوش تقنية الفرن العالي. هي إنجازات الجزائر فيما يخص التصنيع المحلي للحديد والصلب، تعدت تلبية حاجيات السوق الوطنية لتصل للعالمية.